السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء، أرحبكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنية مباركة وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إني كنت أمامكم لأن ألقي عليكم كلمة حول موضوع شهادة أن محمدا رسول الله، وبتوفيق الله سأبين كلمة حسب استطاعي إن شاء الله. دليلها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. أركانها ركنان: الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم. الدليل قوله تعالى: محمد رسول الله. اعتقاد عبوديته صلى الله عليه وسلم لله. والدليل أن الله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات ومنها مقام الدعوة، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. وأخيرا أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومهم جدا في حياتنا الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسرع وقت ممكن. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله هو الله هو الله الله.